اللي ناقصه ايه؟ بي ان زد يعني ايه؟ والبرانش او الزد مش ايه؟ نوت بزي يعني البرانش اف نوت زيرو. يعني ايه نوت زيرو؟ يعني الزد بكام؟ صفر. اللي بعده برانش اف كان اف سي يعني ده البرانش امتى؟ لو كان واحد. اللي بعده برانش نوت كان يبقى البرانش لو كان بكام؟ زيرو. بعد كده يقول لك برانش اف بلس بي دي اف بلس يعني ايه؟ ممكن يعني الاشاره ايه؟ يعني اس بكام؟ صفر. صفر. اللي بعده برانش ماينس يعني ايه؟ انا عايز بس افهم معناها ايه بس. برانش ماينس يعني ايه؟ الاشاره ايه؟ يعني ايه السالب بكام؟ واحد. واحد. اللي بعده بي بي يعني ايه؟ اوفر فلو. برانش لو في اوفر فلو يعني في كام؟ واحد. طب اللي بعده برانش نوت اوفر فلو. خلاص؟ اللي بعد كده لو انت عايز تقول لو ايه اكبر من دي بتقولها ازاي؟ تقول له ايه؟ برانش اف ها. طب عايز تقول اقل من دي؟ تقول له برانش اف لو. تمام يا جماعه؟ ده يبقى كل ده يعني بيعتمد على الفلاجز يختبر الفلاجز على حسب قيمه الفلاج يعني برانش ولا لا بس انا عايزك تفهمه يعني ايه برانش. طب دي بتيجي في المسائل ازاي؟ المسائل اللي لسه هنعمل شويه مثلا لو السي واحد والزد زيرو والدي مثلا بواحد والسين بواحد مثلا. السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الجدول اللي صفحه 162 ايه الاوامر اللي هتتنفذ؟ الكونديشن اللي هيتنفذ؟ البرانش اللي هيتنفذ؟ واللي مش هيتنفذ؟ ايه اللي هيتنفذ يا جماعه؟ ايه البرانش اللي صفحه 162 اللي قدامكم دي هتتنفذ؟ هي السي بتاعته كام؟ واحد. يبقى بي سي هيتنفذ صح؟ اللي هو فلاش ده طب وايه تاني؟ والبي سي زد كام؟ صفر. زي يبقى برانش نوت زد هيتنفذ. ايه تاني؟ الاشاره بتاعتي كام؟ واحد. سالب يبقى ايه؟ يبقى برانش ماينس بي في البي في كام؟ واحد. يبقى بي في هيتنفذ. حد مش فاهم دي؟ ها؟ طب اخر اللي مش فاهم طب اخر حاجه هنقولها بقى اللي هي ايه؟ لما يروح برانش وعايز يرجع على نفس المكان اللي كان واقف عنده يعمل ايه؟ يعمل برانش تاني هيسيب الادرس. افضل حاجه ممكن يسيب فيها الادرس بتاعه ها؟ الاستاد. طب مين الاستاد اللي خدناه؟ يرجع طبعا يخزن الاستاد ويخزن مين؟ ها؟ قبل ما يبقاش يا جماعه المفروض يعمل ايه؟ يعني لما اعمل بص كده حاجه اسمها كول للبرانش زي في البطاقه اللي احنا خدناها لما اجي استدعي فانكشن لما اجي اقول صم مثلا انا كده بستدعي فانكشن قبل ما اروح للفانكشن المفروض اعمل ايه؟ اخزن مين؟ السطر بتاعه ها؟ السطر بتاعه العنوان اللي عليه ايه؟ الدور اما اخلص الفانكشن فانكشن ايه؟ يرجع اللي هو بيبقى فين؟ في البي سي انا عايز اخزن قيمه مين؟ البي سي في الاستاك يبقى ما عشان احط اي قيمه في الاستاك ايه الامر اللي احط قيمه في الاستاك؟ بوش بوش تمام؟ احط ازاي بقى قيمه في الاستاك البي سي في الاستاك؟ لو انا مش هكلم مين؟ مين الاستاك؟ هو مش شرع عايز المكان مليان تمام عايز اخليه شرع مكان فاضي خلاص 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 ده اللي بيحصل امتى يا جماعه؟ اول ما بتعمل كول للبرانش او كول فانكشن اوام بيروح يخلي الستاك بوينتر يشاور على مكان فاضي يحط البي سي في المكان الفاضي ده وبعدين يقول له خد ده اعمال البرانش حط في البي سي عشان تروح للبرانش. طب كلمه ريتيرن اللي في نهايه الفانكشن او في نهايه البرانش اللي عايز ترجعه المكان اللي كان واقف عنده هتعمل ايه؟ هتعمل هتعمل برانش لل هتعمل ايه؟ انا بالكلمتين دولت خدت البرنامج من اللي هو بينفذ كود معين وعملت له برانش او جمب ينفذ فانكشن ثانيه. الفانكشن نفسها فيها كلمه ريتيرن.
رجعوا يعني ترجعوا اللي عند النقطه اللي كان واقف عندها يبتدي فيها فوق ازاي هتقول له هل انا كده اقول شيء مين حطه في مين سي صح كده يعني كده البوينتر مش شبه مكان ايه فاضي صح بعد ما خدت البي سي منه نقطه فاضي عايز اخليه شبه مكان ده ازود واحد ازود السكه ممكن في واحد